السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة، ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده، علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة اللي عمل للقناة، اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم، اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. بنحاول نسهل على المتابع الكريم، عشان كده بنحاول نقدم لحضراتكم وصفات متاحة بإذن الله للكل. وصفات بتغني عن استعمال مواد التجميل أو الأدوية الكيميائية في علاج بعض الحالات، وبتكون أسعارها معقولة إن شاء الله. النهاردة هنقدم لحضراتكم طرق سهلة جدا وبسيطة للعمل على تبييض الوجه والبشرة والعمل على شد الجلد. ده طبعا بيحمي الأشخاص من حاجتين: أول حاجة التعرض لسواد البشرة، تاني حاجة التعرض لحدوث التجاعيد المبكرة. كما يمكن الاعتماد على الطرق دي يا جماعة لعلاج التجاعيد إن وجدت بالفعل. الطرق سهلة جدا. أول طريقة هنستخدم فيها زيت بذرة عباد الشمس وزيت السمسم وزيت اللوز الحلو. هنجيب نسب متساوية ومقادير تعادل بعضها من المكونات دي، ونبدأ ان احنا نخلطها مع بعض بشكل جيد. وبعد كده نبدأ ناخد الخليط الناتج دوت ونعمله كدهان على الوجه. نستعمل الموضوع ده مرتين يوميا حسب رغبة حضراتكم، ولنأخذ على سبيل المثال مرة الصبح ومرة بالليل، لكن تقدروا تعملوا حضراتكم مرتين على مدار اليوم في اي وقت يناسب حضراتكم. الطريقة اللي بعد كده هنستخدم زيت جنين القمح وزيت اللوز الحلو، وهنستخدمهم بنسب متساوية، وهنعمل الوصفة دي مرة في اليوم على الأقل. الحاجة اللي بعد كده هنستخدم الترمس المطحون والفول المطحون، وهنستخدم العدس المطحون. طبعا المقادير دي يا جماعة ما بتجيش هي مطحونة من السوبر ماركت أو من عند العطار، لا، انتوا حضراتكم بتجيبوها عبارة عن حبوب، تقدروا بقى تطحنوها في المنزل. وبعد كده نبدأ ناخد مقدار معلقة من مطحون الترمس، ومعلقة من مطحون الفول، ونص معلقة من مطحون العدس. بعد كده نبدأ نحطهم في مقدار نص كوباية من المية، ونبدأ ان احنا نخلطهم مع بعض بشكل جيد. بعد كده ناخد الناتج دوت ونبدأ نعمله قناع او ماسك لبشرة الوجه، ونسيبه على الوجه لمدة ساعة على الأقل. بعد كده نبدأ ان احنا نغسله بمية فاترة. هنعيد الموضوع دوت طبعا يوميا. لو حضراتكم تختاروا طريقة واحدة من الطرق اللي قلتها، أي طريقة إن شاء الله بتجيب نتائج ممتازة. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.